مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم في قراءة منتصف شهر إلى نهايته. هاي القراءة تصلح للطالع والشمسي وأيضا القمري وأي من الكواكب موجودين عندكم في برج السرطان. إنزين، أول شيء راح نبتدي بقراءة تخص الأموال والأعمال، ومن بعدها ننتقل للقراءة العاطفية بأسلوب المرايا. خلينا نشوف المال والأعمال لبرج السرطان. اوكي، ثلاثة كرتات، ثلاثة السيوف. اوكي، نوع من الرفض، في نوع من الرفض او نوع من عدم اتمام الامور. في شيء عندك من ناحية الاموال والاعمال ما راح يتم. اوكي، وراها هني كرت الرجل المعلق، برج الحوت. اللي قاعدة اشوفه برج السرطان انه اما راح يكون عندكم نوع من خسارة للوظيفة، اوكي، او عدم تثبيت في وظيفة معينة، او تقدمون على وظيفة وما تحصلون، تنتظرون وايد ما تحصلون منها على رد، ولو اتى الرد ما احس انه راح يكون موافقة. راح يكون مثلا في احسن حالاته انت مطلوب يا برج السرطان من اجل فترة تدريب 6 شهور. بعد ال6 شهور راح نقرر اذا نرغب في توظيفك، نستطيع ان نوظفك ولا لا. لأن هني مو رفض بسبب قدراتك أو شهادتك، وإنما الأماكن اللي تقدم عليهم في عندهم طاقة اكتفاء، امتلاء، أوكي، يمكن حتى زيادة العدد، عندهم زيادة في العدد. فأنت هني كأنما تنوضع على قائمة الانتظار، سواء قائمة انتظار من أجل موافقة مشروع، قائمة انتظار عشان الوظيفة، يمكن حتى قائمة انتظار في الطيارة. العبوا في الطاقة. وراها ثمان الخماسيات. شوف برج السرطان، راح يكون وقت جدا ممتاز، جدا جدا ممتاز، ان انت في الفترة القادمة تبتدي تتوسع. لان هني اشوفك تسحب تركيزك من الاماكن القريبة اللي انت تقدم عليها او تسعى اليها. اذا انت مثلا تسعى ان انت تفتح محل تجاري في دولتك او في محافظتك، فهني الطاقة قاعدة تشجعك ان انت تخرج، تهاجر، اوكي، تذهب الى محافظة ثانية، تتوجه الى حتى نوع من الشركات مختلف، او تقدم على نوعية وظائف مختلفة. اذا كنت تقدم على محاسبة، فهني مطلوب منك ان انت تقدم في مثلا المبيعات. اوكي، هني اشوف عمل خلف الكواليس. احتمال نهني طبيعة العمل القادم في طريقك راح يكون يخص المونيتورينج اللي هو التحكم عن بعد، الإدارة عن بعد، انزين، الاستشارة عن بعد، ممكن حتى ان انت تدير حسابات. ولكن مثلا ليش اقول لكم الطاقة شذي؟ انت قدمت على شركات معينة ان تكون عندهم محاسب، ما راح يصير، او راح يتعسر، راح يتأخر هذا الشيء. اللي راح يأتي في طريقك كبديل أفضل حاليا إن أنت تعمل في شركة محاسبة عامة، شركة تدقيق عالمية. هذه الوظائف راح تكون مفتوحة، راح تكون مستقبلة أكثر لطاقتك برج السرطان. أوكي، هاي النوع من الوظائف، لأن هذين الأشخاص اللي هم يديرون حسابات أو يدققون على حسابات كل الشركات اللي أنت في السابق دققت عليها. أوكي، مثلا لو نتكلم عن موضوع ثاني، موضوع ان انت تريد ان تستورد اقمشة محليا من الشركات المحلية الموجودة، فهني اللي راح يصير انه ما راح تستطيع تحصل على تعاون سهل من هذين الاشخاص المحليين. ولكن عالميا اذا تواصلت مع الشركة المورد الاساسي راح تشوف في تجاوب اسرع، تجاوب افضل بعد فترة بسبب خبرتك مع هذين الاشخاص العالميين اللي يختصون بأكثر من دولة، أكثر من ريجن حتى. هذين بسبب خبرتك معهم وعملك معهم لفترة طويلة، بعدين تستطيع أن تحصل على عمل محلي أكثر إذا أنت ترغب في هذا الشيء. طاقتك قاعدة تشجعك للعالمية، قاعدة تشجعك للشركات العالمية اللي لها فرع في أكثر من دولة،
وتبعدك عن الشركات شوي المحليه الحكوميه الخاصه هني، لانه اشوف في طاقه احزاب. يمكن انت موجود في عمل وهذا العمل محلي او يختص بدوله معينه، فهني في نوع من الاحزاب، فريق ضد فريق، اصدقاء هذا الفريق ضد اصدقاء هذاك المدير. ولكن هاي النوع من الشركات العالميه راح تحتاج للخبره معاهم، لان خبرتهم مجديه، لان ما فيها طاقة المناصب والواسطات والديكتاتورية وحزب معين، الكل سواسية حتى يثبتون جدارتهم. أوكي، راح تستطيع أن تثبت جدارتك وتصقل مواهبك أكثر في هذه الأماكن. آخر كرت من أجل الحياة العملية، ولكن شوف تحت الكرتات عندنا 8 الأكواب، كرت الرحيل. يمكن راح يكون منك، راح يكون مطلوب منك أن أنت تنتقل تغير مكان عملك المفضل إليك. يمكن أنت حاليا تعمل مع زملاء تحبهم، مع أشخاص تعرفهم، زبائنك حتى معتادين، فهني في نوع من الانتقال الابتعاد عنهم. أوكي. ملكة السيوف، head over heart. أوقات وايد في الحياة نضطر نختار القلب أم العقل. في موقف مثل هذه المواقف راح أقول لك ليش، مو بس لأن أنا منحازة لملكة السيوف، إحنا ابتدينا بكرت سيوف. إذا اعتمدنا والقلب اللي هو القلب اللي تأثر، السيوف ما تأثرت. أوكي، إذا اخترنا بقلبنا يا برج السرطان، إذا اخترنا في الفترة القادمة بإحساسنا، حتى هني رح نعاني من مشاكل، هني رح ندفع ثمن. إحنا أبرياء ليش ندفعه؟ إحنا ما سببنا هاي نوعية. شوف هني في منتاليتي، عقلية، معتقدات، بيئة عمل مو من صالحك، وانت ما خلقتها وانت ما تتفق معاها، فليش تعيش فيها؟ لان هني كأنما القلب اللي راح في الفترة القادمة في حياتك العملية، قلبك اللي راح يتضرر، ولكن عقلك، جهودك، اوكي، ممارساتك هي اللي راح تظهر. هني هذا الكرت ينبهك ان انت تختار القلب ام العقل يا برج السرطان. اوكي، ان اظل في مكاني المريح المألوف اللي اعرف فيه الناس، اعرف فيه الزبائن، اعرف فيه الموظفين، وان كان مو كامل، مو مثالي، not perfect، ولكن على الاقل مكان مألوف، او تكون بايونير، رائد في مجالك. هذين الاشخاص، الشركة اللي تعمل فيها او الفرصة اللي تقبل عليها فيها اشخاص من جنسيات مختلفة، وعندهم الجميع سواسية، فيها كذا اجتماع لكذا جنسية، كذا عرق، حتى العرق مختلف. اوكي، فتستطيع هني ان انت تثبت جدارتك بعيد عن اني استخدم شكلي، استخدم اسلوبي، استخدم جمالي، استخدم حتى لطافة الحديث، ما حد يهمه كل هذه الأشياء، يهمهم جودة العمل. راح تكون رائد، يعني بعد فترة تشوف إن إذا تعاملت مع هذه الشركات راح تكون رائد في مجالك، راح تكون قائد، راح تكون في المقدمة، دائما أنت في المقدمة، متقدم عن هذين الأشخاص اللي تضطر إن تخلفهم ورائك. ولكن في ثمن، الثمن هو التغيير، يمكن التغيير اللي أنت تحاول تتجنبه. وراح أسحب الحين كرت أخير للنصيحة من الأوراكل كارت. راح عندنا هني كارت spiritual teacher you heal with your classes sessions and seminars. احس هذا الكارت يعني لقراءتكم العملية برج، لما تلاحظ الصورة هني يتكلم عن spiritual teacher، هو المعلم الروحي، المنتور، القائد الروحي. واذا بتشوف من ناحية الرموز، فيها رموز أكثر من دين، أكثر من ديانة، أكثر من معتقدات مجتمعة. أنا إيش قلت لك هني قبل ما يطلع هذا الكرت؟ اجتماع، ابحث عن المكان، ابحث عن وظيفة، ابحث عن التجارة حتى اللي راح تعطيك أكسس ودخول إلى أكثر من شخص من أكثر من دولة. في هذا الموضوع راح يكون مصلحتك. أما إذا بقيت مثلا في دولة يغلبها أو بقيت في شركة يغلبها طابع، تغلبها جنسية معينة،
يغلبها دين معين حتى وإن كان دينك، ما فيها تنوع كثير، ما راح تقدر تخرج أفضل طاقاتك في الفترة القادمة. هذه الرسالة لك. أوكي، التنوع، ابحث عن الشركة اللي فيها الأشقر، فيها المسيحي، فيها المسلم، فيها البوذي، فيها الصيني، فيها الكل، والكل سواسية، وكل واحد يكافئ على جهده مو على الجنسية اللي أتى منها. هذه طاقتك العملية برج السرطان. أنا بالنسبة لي أحب هاي النوع من الطاقات لأن ما فيها محسوبية، يؤخذ من البشر الرداء المريح اللي متعودين عليه، رداء المحسوبية، أنا أعرف المدير، المدير يتكلم نفس لغتي. أوكي، ما في هذا الشيء. خلنا نشوف الحين القراءة العاطفية بأسلوب المرايا. برج السرطان أنت بتكون على جانب الحبيب والشريك، على جانب المقابل، ولكن ممكن تكون عكسية، اختار الجانب اللي يناسبك. أثناء التأمل لقراءتكم حسيت هني أن في شخص يريد أن يحصل على اهتمامك عن طريق استفزازك، ما يعرف يحبك بطريقة صحية، يعني لما يحبك أو يشتاق لك ما يرفع السماعة ويسأل أو يدوس على نفسه ويسأل، لا، يظهر حبه بطريقة استفزاز، بطريقة عتاب، بطريقة أبدا مو طبيعية. خلنا نشوف برج السرطان. ولكن يفتقدك حاليا هذا الشخص. عشرة السيوف، أحس إن هذا الانتهاء، أنت برج السرطان، أنت اللي راح تنهي أملك، هذا هني انقطاع الأمل. في شخص في الجهة المقابلة قطعت أو ستقطع الأمل منه، تشيله من قلبك، من عقلك، من مخيلتك، وإن كان سبب لك نوع من الجرح أو خيبة الأمل، وإن كنت لازلت تتمنى أن الأمور تمشي بينكم، ولكن هني أحس برج السرطان قاعد بينه وبين نفسه ويقول حان الوقت لأمضي قدما. في علاقة هني أخذت أكثر من وقتها، أكثر من حجمها. هذا كلامك مو كلامي. خلنا نشوف نهاية، طلاق، موت أحد من المقربين. أوكي، سبعة السيوف، مو من طبيعتك الانسحاب، مو انسحاب هذا برج السرطان، أنت راح تهجر. أوكي، راح يكون في هجران لشخص ما قدرك، هو أذاك بطريقة، أنت ردك على أذيته من ناحية القلب، أن تهجره، تنسحب من حياته، ما تعطيه فرص ثانية. نتكلم عن النهاية، سبعة الخماسيات وثلاثة الأكواب. راح تتعرض لموقف يا برج السرطان، أن أنت ترى هذا الشخص اللي كان دائما صعب معاك يكون سهل ومرن ولين مع أشخاص ثانيين، يضحك معاهم، ولكن لما يكون عنده طاقة عصبية أو استفزاز يأتي بالطاقة لك أنت. أنت عارف أن هاي الديناميكية مو مريحة. سبعة الخماسيات، في السابق انتظرت كثيرا، أنت اللي كنت تشوف العلاقة قائمة لحد الآن بسبب تضحياتك برج السرطان، مو بسبب مبادرات هذا الشخص تجاهك. لو ما أنت كنت موجود العلاقة ما بتكون إن وجدت أساسا، مستندة عليك، على قوتك، على صلابتك، على ظهرك هذه العلاقة. فالشيء الوحيد اللي أبي أنبهك له أنه محتاج تعرف قيمتك أكثر في هاي العلاقة، محتاج تفهم ماذا تضيف أنت إلى هذا الشخص. أحس هني يعني قاعد أشوف أنه كأنما إحنا في حفلة انتخابية، برج السرطان هو الشخص اللي دائما كان يساند الشريك في حفلة الانتخابية أمام الناس، من ناحية البرستيج الاجتماعي أنت موجود عشانه. أوكي، تحرص أن المنزل يكون بأحسن شكل، الأبناء يلبسون أحسن ملابس. أوكي، تحرص أن الأبناء في المدرسة يكونون متفوقين. العلاقة ثقلها، العمود الفقري هو أنت يا برج السرطان، ولكن هل أوشك صبرك على النفال؟ لأن أشوفك هني حامل نفسك ورايح مكان ثاني. هل أنت مجرد تمثل الزعل، تريد منه أن يتصرف، يسوي أبغريد، يتصرف بطريقة أحسن، تريد منه أن يعدل من أخلاقه تجاهك؟ أحس هني يخص الأخلاق،
العصبية الأخلاق أوكي، أو أنت فعلا مقرر أن هني النهاية، نهاية أن تأخذ نفسك. لأن هني شوف، تعرفون قصة بيج آيز؟ رح أعطيكم مثال لهالطاقة عشان تفهمونها. بيج آيز هو فنانة أتوقع كانت في كاليفورنيا في أمريكا، أو في أمريكا يعني، كانت ترسم نوع رسماتها تسمى البيج آيز. رسمة ترسم بالعادة أطفال أو أشخاص وجوههم شوي كاريكاتير، لكن بصمتها تنعرف عن طريق ترسم عيون جدا مدورة كبيرة، يسمونها بيج آيز، هذا اسمها الفني. ولكن لفترة طويلة طويلة جدا كان زوجها هو المشهور في كاليفورنيا، كان يلتقي هو بالفنانين، هو بالمشاهير. لفترة طويلة كان زوجها يخفي جهودها، وكان يظهر أمام العلن على أساس أنه هو اللي يرسم هذه الرسمات. أبداً ما حد فكر أن هاي الإنسانة يوم من الأيام رح تحمل نفسها وتمشي وتخبر العالم بحقيقة الوضع، أن ترى أنا اللي أرسم رسمات بيج آيز، وهذه رسمات جداً مشهورة أوكي؟ فجهودك جداً ضخمة. ولكن في شخص هني مو ممكن يكون الشريك نفسه، ممكن يكون أحد من أهل الشريك، أحد من جانب الشريك، هو اللي قاعد أمام الناس أمام العلن مخلي كل جهودك أوكي مخفية، ويأخذ الكريدت لنفسه، يأخذ الجهود يقول أنا اللي سويت، أنا اللي درست، أنا اللي ضحيت. مثلا أم الشريك، أخت الشريك، ممكن أنتوا تعرفون وضعكم أوكي. ولكن هني ليش هذا الانسحاب؟ بقول لك ليش. لأن حتى هذه الفنانة اللي كانت ترسم، يوم من الأيام استيقظ زوجها وشافها مو موجودة، ما عطتها فرصة يبرر، ما عطتها فرصة، لأن هني هي تعرف حقيقة الوضع، هذا الشخص ما يحبني أو هذا الشخص ما يقدرني، فما في أشخاص ما ينفع نعطيهم فرصة، لأن إذا عطيناهم فرصة راح مجرد نعطيهم وقت يرتبون فيه أمورهم وأعذارهم ومبرراتهم أمام الناس أمام القانون. عشان كذي احنا دائما نقول نتغدى فيهم قبل ما يتعشون فينا، مهما كان هذا الشخص اللي مسبب لك هذا النوع من انه يسرق هذا السارق، يسرق جهودك. انت تزرع في النهار بعدين تروح تنام في الليل، في الليل هو يأتي الى بيتك يسرق جهودك، خصوصا في العلن امام الناس مبين نفسه انه هو صاحب الجهود. اوكي خلينا نشوف الحين جانب الشريك. خلاص اكتمل العدد. اول كرت طاح عندنا ملكة السيوف. شنو قلت لك برج السرطان؟ هذا الاشخاص اذا واجهته اوكي راح تشوف منه رد جدا جميل، راح تشوف منه طاقة جدا غير متعود عليها، طاقة التعاون. راح يظهر انه هو بالعكس راح يكون سريع في ان يعترف في اغلاطه، في أن يعتذر منك. ولكن حقيقة الوضع راح يكون أن أنت مجرد عطيته المزيد من الوقت عشان يرتب أمور القانونية، هني سيف القانونية، ويرتب القصة اللي راح يخبر فيها المجتمع أوكي أمام الناس. ما راح فعلا يصلح غلطته، ما راح فعلا يتعدل. ممكن هذه تكون طاقة أخت لشريكك، صديق لشريكك، انت اللي تعرف طاقة من هذه. ولكن شريكك احس انه ابتدى ينتبه، ابتدى يصير عنده وعي لحقيقة الوضع. انزين يمكن صار لك فترة طويلة برج السرطان تحاول تنبه شريكك، ما كان يصدق على هذا الشخص ابدا، ما يصدق عليه مهما قلت له. فهني احتمال شخص ثاني من برج هوائي هو اللي هالمرة ينطق، خذ الحكمة من أفواه المجانين، هو اللي هذه المرة ينصفك في إنصاف في حقك قادم في الفترة القادمة. متعودين على ديناميكية إن مثلا نفرض إذا كانت بالأسامي، دائما فلانة تأخذ جهود فلانة وتنسبها لنفسها، هني في شخص محايد راح يظهر في الديناميكية ويقول لا أمام الناس، يحرج فلانة ويقول لا. ترى برج السرطان
هو اللي اجتهد، برج السرطان هو اللي درس، برج السرطان هو اللي ضحى. كرت العالم، ملكة السيوف، كرت العالم، أربعة الأكواب. أربعة الأكواب هي لحظة، شوف للأمانة في الفترة القادمة أو المستقبل القريب أحس أن شريكك راح يكون عاجز. أن أنا قلت لك بصير عنده وعي، نعم وعي، يعني بينه وبين نفسه عارف من الصح من الغلط، ولكن هذا مو معناه أنه راح يأخذ موقف، هذا عدم قدرته على اتخاذ موقف. أوكي، عدم قدرته أنه يكون قوي من أجلك، محتاج أنت في الفترة القادمة راح تحتاجه أنه يكون إلى صفك، ما راح يستطيع. العالم، على الأقل الببليك ريكوغنيشن راح يكون إلى جانبك. ببليك ريكوغنيشن بالعربي الاعتراف العلني بجهودك، راح يطلع أمام الناس، راح يطلع تشوف مهما كان الشيء اللي أنت صاير في العلاقة مع الشريك. أوكي، أمام الناس في الفترة القادمة راح يكون في إنصاف بحقك. أوكي، عندك شخص هني عاجز ضعيف نفسيا مو جسديا، يمكن حتى كان عندكم مشكلة في الحمل، مشكلة في إتمام الزواج بسبب ضعفه، بسبب عدم قدرته على المواجهة. فهني راح يكون في إنصاف بحقك، مو من جانب الشريك، من جانب على الأقل المجتمع، من جانب الأهل، إن في أشخاص راح يلتقون فيك برج السرطان يقولون برج السرطان لم أخبرك بهذا من قبل، ولكن أنت سويت كل اللي عليك، أنت سويت واجبك وزيادة، زيادة، أنت في مرحلة الزيادة. أوكي، هذا أمام الناس. أحس هني دائما ابتدينا بمثال الحفلة الانتخابية وانتهينا بمثال أمام الناس، فاحتمال أن هذا الموقف أو لحظة إدراك الآخرين لجهودك واعترافهم بجهودك راح تكون في الفترة القادمة أمام الناس، مو في الخفاء، شيء كان في الخفاء بس راح يظهر إلى العلن.